اللغة معناها العبقري والشجاع. شجاع لأنه اختار في مجال غير مطروق، غير مطروق، ما يعني أماكن لازم، يعني أنا أعتبر جدة التاريخية لا زال هذه الوجوه النيرة، الوجوه اللي أنا بشوف فيها حب للثقافة، حب للفن، حب للتاريخ، للتعمق في التاريخ. طبعا أشكر الأستاذ العبقري، طبعا أنا أقول عبد الله حضيف الأرض بكري، طبعا سبقوا ناس تمام زي الأستاذ منصور الزامل أنا شاعر عنده، أنا أمين مكتبة جدة وأيامنا الحلوة، وعلاقتي بأستاذ عبد الله حضيف لها سنة ونص، لكن بحكم طبيعتي وموهبتي في تحليل الشخصيات اكتشفت في حاجة غير موجودة عند أو غير موجودة في الغالبية، في له إصرار، في له عزيمة، في له طاقة تحدي. دام وجدنا عيش إنسانيتك يعني بشكل كامل، لا تتصنع أي شيء، عيش الإنسانية حتى لو أنت بجرم، استمتع بجرمك. هذه المقولة أنا دائما أقولها، يكون أزالوه من على وجه الأرض بشكل عام. أتمنى إنه نعيش الصدق والإنسان الحقيقي دام نحن وجدنا على هذه الأرض. برغم انه نتعلم منه برضه، مو كبير عمره لكن هو تعدى مراحل الفكر، فنتمنى انه يستمر ارباب الحرف. انا اشكر ارباب الحرف، اشكر عبد الله الحضيف، برغم انه هو في تناقضات عجيبه يعني معجون بشيء غريب، يعني مكس غريب، حقيقي على الرؤية اللي حقيقة انضميت لكم مؤخرا أنا أرباب الحرف، ما هي فترة طويلة ولكنها تعادل فترة طويلة من حياتي الحقيقة، يعني الزمن بعيد وأنا كنت أتمنى، ويعطيكم العافية إن شاء الله تستمر المحطة إن شاء الله. لحظات مماثلة بدون أسماء، الكل والجميع أشكر لكم الحفاوة والتقدير. أول حب أشكر السيد عبد الله حضيف على هذا الجهد اللي بذله عشان يطلع أرباب الحرف، يعني شيء ما كان متوقع، واللي خلانا إحنا كلنا يعني نطلع طاقاتنا فيه، الكاتب والفنان والموسيقي والرسام. Also in combination with the museums that I visited before, and especially about the exhibition on the Artist Center in Al Burda, I was very happy to visit because I'm curious about visiting since a while, but it's not possible since a very long time. So I arrived in Chetu 2 days ago, and I'm very happy and glad to discover a place like this. I think it's a very nice. I studied architecture myself, and also I'm planning to visit the place in the future. So, just thank you very much for this invitation. Thank you very much. Thank you. إنه إحنا نواجه مصاعب. شكرا ليكم. ممكن أنا أخذت أقل من دقيقة بس دقيقة من الجهة. شكرا. Thank you. الأستاذ عبد الله على الجمعة الجميلة، وقبل الجمعة والأهم إنه هو جامعنا كلنا لممارسة الثقافة والفنون وأشياء ما كنا نتخيل إنها ممكن تتواجد في مكان واحد. دعم كامل من غير ما يضطر. I would like to say something to the praise of man. I would like to say something to the praise of Abdullah Hadid. I think in my view he's an embodiment of the visions of Saudi Arabia. And in reviving and rejuvenating this place, he deserved to be accoladed and praised and clapped for.